تبقى غاية الحديث المنافسة في العمل الصالح. والعمل الصالح أيها المبارك على أضرب شيء لا تعذر في تركه، وهي الفرائض والأركان التي أمر الله عز وجل بها، فالصلاة والصيام والزكاة والحج لا يعذر أحد بتركه إلا من أعذره الله بقدر. فمن كان فقيرا سقطت عنه الزكاة، ومن كان مريضا سقط عنه الصوم، ومن كان غير قادر للوصول إلى البيت سقط عنه الحج، والصلاة لا تسقط بحال. فهذه أمور من أعظم أبواب الأعمال الصالحة. ثم تأتي أعمال صالحة، منها ما يسمى أعمال قلوب، ومنها ما يسمى أعمال جوارح. فأما أعظم أعمال القلوب محبة الله جل جلاله، وما تنافس الأخيار في شيء ولا تسابقوا في مطلب كتنافسهم في محبتهم لله جل وعلا. والإنسان يعرف من نفسه قدرته أو ما كان في قلبه من محبة الله إذا اجتمع إليه أمران، أحدهما حبيب إلى النفس والآخر حبيب إلى الله. هل يقدم ما تحبه نفسه، أو يقدم ما يحبه، أو يقدم ما يحبه الله؟ فكونه يغرس في قلبك، وأنت تغرس في قلب أبنائك وبناتك محبة الله جل وعلا، هذا هو الغاية العظمى من وجود الخلق. لأن العبادة قوامها وركنها الأعظم الذي أمر الله به أن يكون العبد محبا لربه جل وعلا. يقول الله في الثناء على أولياء الصالحين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب الكفار لأندادهم وأصنامهم. فمحبتك لربك جل وعلا بها ينال الإنسان السعادة في الدارين. ثم يأتي من أعمال القلوب التوكل على الله جل وعلا. نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، ومأمورون بالتوكل على الملك الغلاب. والإنسان كلما عظم توكله على الله عز وجل كفاه الله جل وعلا ما أهمه. والله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذا انتقل الإنسان إلى أعمال الجوارح، تأتي الأعمال التي هي فيما بينك وبين الله. وكلما استطعت أن تخفي عملك كان ذلك أقرب إلى الله، كلما استطعت أن تخفي عملك كان ذلك أقرب إلى الله. فإن غلب على ظنك أن في إظهار العمل إما درءا لشبهة أو عونا لغيرك على أن يعبد الله فلا حرج، لكن الأصل أن تخفي أعمالك الصالحة عن الناس. وأعظم ما يتحرر هذا في قيامك في الليل بين يدي ربك تبارك وتعالى. الله يقول عن نبيه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ذكر الله حالين: يراك حين تقوم منفردا في البيت لا يراك أحد، وتقلبك في الساجدين حين تصلي بالناس، فأنت بين أظهرهم يركعون بركوعك ويسجدون بسجودك ويقومون بقيامك. فذكر الله عز وجل حالين: وتقلبك في الساجدين، وذكر حاله عندما ينفرد بنفسه عند الله جل وعلا. وأي عمل كتب الله لك أن يظهر للعباد احرص على أن تفعل مثله في الخلاء. كل عمل أظهره الله لك ورآه العباد منك، إن كان بمقدورك أن تصنع مثله في الخلاء في بعد عن أعين الناس كان خيرا لك عند ربك. ولهذا عظم الله عز وجل صلاة الليل، لأن أحدا لا يراك. وقد يصبح الرجل ولا يدري أهل بيته أقام أبونا الليلة أو لم يقم، لأنه أخفى الأمر يريد به وجه الله. فإن رآه أبناؤه وبناته وأهل بيته فنور على نور، لعلهم يتعظون بما وقع من أبيهم، لعلهم يقتدون به، لعلهم يذكرون أباهم بعد موته بخير. وإن لم يروه فكفاه شرفا أن الله عز وجل قد اطلع عليه. ثم يأتي الأعمال التي تتعلق بالعباد، تتعلق بالناس، فكف الأذى وبذل الندى والعفو عن الناس وإقالة عثراتهم، كل ذلك من الأعمال الصالحة التي يدخرها العبد لنفسه عند ربه جل وعلا، مندرجة في قول الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.